What's up, guys? Welcome back to my channel, Mila Games. Make sure you subscribe, like, and share, and hit that bell button. Share the love. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواني، شلونكم؟ كيف حالكم يا شباب؟ جينا لكم فيديو جديد ليوم الثاني، محاكي الشاحنات الاوروبية نسمى الثلجية. هذا يصير فيديو ثاني لان يا اخوان هذا اصدار قديم 1.40. طبعا لازم ارجع على اصدار مالي القديم، يعني هو 1.41. يلا يا اخوان، طبعا هذا الاصدار اللي نزلته بس على مود الثلج فقط. نزلنا الهند بريك ومع ستوب، يلا بالقوة وقفت. شباب
الثلج بديت، بديت الثلج. السرعة موجودة 151، نحن نمشي من هذا الثلج. طب هذا يصير اخير فيديو من مود الثلج. اذا ان شاء الله نزلت مش اسمه مود الثلج مال اجدار 1.41 ان شاء الله هنزله ونلعب. بس نسبة سكن هو الشباب موجودة بالستيم، يعني تتنزل بلاش. اما اكتب مثلا سكن الثلج مال مرسيدس مال شسمو مال اسكانيا تنزلها عادي يعني بلاش وعلاش. فهو سكن يعني سكن مو بيا مودة الثلج، لا ايري بيميرون عرب جاي شي يقولون ايري يعني كل واحد لحاله. مود السكن المرسيدس لحاله ومود الثلج لحاله شباب. شوف هذا السكن مال تريلا، مود السكن تريلا هو لحاله والثلج هم لحاله، بس هذا السكن مال تريلا مال كل الاصدارات شباب. ستيم يعطيك ببلاش حتى من راس تريلا، يا شباب وصلنا. لا تنسون اللايك والاشتراك اذا يعجبكم الفيديو. حبايب قلبي مع السلامة، والله معكم. What's up guys, welcome back to my channel Mila Games. Make sure you subscribe, like and share and hit that bell button to share the love. Thank you.